السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ السنة الأولى ثانوي، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد على قناة توفي بروف. معكم الأستاذ أمين، أستاذ اللغة الإنجليزية، واليوم إن شاء الله راح نشرح درس Expressing Purpose باستعمال to so as to in order to. راح نشرح واش هو الـ Purpose وكيفاش نستعملوا هذه الأدوات. نروحوا الـ PDF مع بعض نشرحوه، نعود نحل تمرين في الكتاب. يلا، إذن قلنا in order to ولا so as to ولا to نستعملوها باش for expressing purpose. أولا مش هو purpose، purpose هو مكتوب عندنا هنا هو الهدف، الهدف من شيء ما. كيفاش راح نشوفه في example اللي الآن عندنا. example أول you must study well in order to succeed. إذن شو معناها الجملة هذه؟ معناها لازم تقرأ مليح باش تنجح، يجب أن تدرس جيدا من أجل أن تنجح. إذن علاه تقرأ مليح باش تنجح؟ إذن الهدف هو النجاح، أوكي. In order to succeed، هذا هو الهدف، هذا هو الـ purpose. إذن هكذا نعبر على الهدف تاعنا، الـ purpose تاعنا، in order to succeed. ولا عندنا طريقة أخرى، you must study well so as to succeed. You must study well so as to succeed. معناها أيضا نفس المعنى، استعملنا غيرنا أداة، فقط الأداة in order to كتبنا so as to succeed، هكذا نعبر على الهدف تاعنا. وكاين طريقة أخرى طبعا، نحيو مثلا هنا في الجملة نحيو in order، نخليو to برك، نقول you must study well to succeed. أوكي، هكذا أيضا نعبر على الهدف تاعنا. وعندنا negative form تاع purpose واللي هي تكون هكذا we have to play hard in order not to lose the game. In order not to lose the game. إذن الجملة تقول لازم نلعبوا مليح باش ما نخسروش اللعبة. أوكي. إذن هنا الهدف بالعكس. يعني مش الهدف تاعك أنك ما توصلش لهذاك الشيء. كما نقول هنايا قلنا لازم ننجح في الامتحان. وهنايا ما لازمش نخسر في اللعبة. إذن العكس تاع الأولى نقوله in order not to. ولا في الجملة الثانية we have to play hard so as not to lose the game. أوكي، هذه هي negative form. ولا عندنا جملة أخرى راني مكتبتهاش، we have to play hard not to lose the game. أوكي، إذن هكذا نعبروا على negative form تاعنا. عندنا طريقة أخرى لكتابة جملة تعبير عن purpose، اللي هي نبدأ من الأخير كما شفنا هنايا in order to succeed نبدأ بها في بداية الجملة، ولا so as to succeed نبدأ بها في بداية الجملة. نقوله هكذا in order to succeed، ومن بعد نديرو فاصلة، بعد نقوله you must study well، ما باش تنجح لازم عليك تقرأ مليح، هذا هو المعنى تاعها. ولا نفس المعنى عندنا في الثانية so as not to lose the game we have to play hard. اوكي، وطبعا راني نسيت اكزامبل خلاف تاع تو. نقدر نقولوا نبداو الجمله هكذا، نقولوا تو ساكسيد ونديروا فاصله، مع نقولوا يو ماست ستادي ويل. اوكي، هكذا تكون جمله صحيحه. اذا نرجعوا للكتاب ونحلوا التمرين مع بعض. التمرين يقول طبعا قادر يجيكم في الفرض ولا في الامتحان تمرين كيما هذا وراح نجاوبوا عليه. نقرا مع بعض سؤال fill in the blanks in messages، قال لك املأ الفراغات في الميساجات هذه عندنا تحت A to D، من A حتى D، with to in order to so as to or the negative forms. قال لك نستعملوا هادو in to in order to ولا so as to ولا negative form تاع هادو باش نعمروا الفراغات اللي عندنا تحت. اذا نبداو بالاولى، عندنا we are writing معناها نحن نكتب to congratulate you for your success in the competition. قلنا رانا نكتبوا لك باش نهنئوك على نجاحك في المسابقة. قلنا هنا يا to، ولا نقدروا نقولوا in order to so as to، نقدروا نستعملوها ولكن من الافضل نقولوا in order to ولا to. اوكي، نروحوا للجمله الثانيه، نبداو ب in order to، راهي عندنا هنايا in order to complete your registration
من اجل اكمال التسجيل تاعك رانا شفنا بدينا بالعكس راح كيما شفنا في البي دي اف in order to complete your registration you have to pay the fees before September the 12th. قالك باش تكمل تسجيلها تاعك لازم تدفع الضرائب قبل سبتمبر 12 من سبتمبر. اوكي نروحوا الجملة اللي بعدها. I will go to university. انا اذهب للجامعة. So as to study mathematics. انا اذهب للجامعة من اجل دراسة الرياضيات. اذا الهدف تاعه هو يدرس الرياضيات. But ولكن not to study literature. ولكن لست ذاهبا لأدرس الأدب. طبعا الهدف تاعه يدرس الرياضيات وليس الأدب. إذن قالها في البوزيتيف فورم وقالنا في النيجاتيف. إذن عندنا هنا بوزيتيف فورم ونيجاتيف فورم. أوكي نروح للجملة الأخيرة. Read your message silently. اقرأ رسالتك بهدوء. In order not to disturb the other internauts. قال اقرأ رسالتك بهدوء من أجل أن لا تزعج الآخرين. إذن أعزائي التلاميذ هكذا نكون حلينا التمرين مع بعض وتعلمنا الدرس Expressing Purpose. إن شاء الله يجيكم في الامتحان ويكون عليكم سهل. كان معكم أمين، نتلقى في فيديو جاي إن شاء الله. سلام.